اخر خبر معايا الحقيقه هو في اطار التطور الكبير اللي بيحصل في شركه استادات الوطنيه. استادات توقع اتفاق تعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث لنشر اللعبه. استادات الوطنيه الحقيقه شركه استادات الوطنيه بقياده المهندس سيف الوزير رئيس مجلس الاداره والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره الشركه، الحقيقه خلال الفتره الاخيره بيتجه اتجاهات كبيره جدا لان انت دايما بروح للبطل، كيفيه صناعه البطل من خلال عمل بروتوكول مع كثير من الابطال اللي كانوا موجودين في الاولمبياد والاتحادات. ايضا النهارده شفنا تعاون وتوقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد المصري للخماسي، وكان متواجد طبعا احد اهم النجوم اللي كانوا موجودين في الاولمبياد طوكيو الاخيره كابتن احمد الجندي صاحب الميداليه الفضيه في الاولمبياد الاخيره اللي في الخماسي الحديث. وده اللي بتسعى ليه دائما شركه استادات من خلال وجود الابطال وسط مجتمع نادي سيتي كلاب خلال الفترة القادمة، ان انت تلاقي بطل زي احمد الجندي، ان انت تلاقي بطل زي العميد ابو ستيت، وان انت تلاقي بطل زي فريال البطلة الأولمبية الكبيرة البطلة فريال اشرف. بتسعى شركة استادات لنشر كل او الالعاب الشهيده، الحقيقه دي احنا دايما بنسميها الالعاب الشهيده، من خلال وجود هؤلاء الابطال دائما، ومن خلال توقيع بعض البروتوكولات مع بعض الاتحادات. ويعتبر هذا الاتفاق هو الاول من نوعه على الساحه الرياضيه المصريه ان تقوم شركه استادات الوطنيه المالكه لانديه سيتي كلاب بتوقيع عقد مع اتحاد رسمي لاحدى اللعبات الرياضيه الاولمبيه وهو الاتحاد الخماسي الحديث. من جانبه قال المهندس سيف الوزير رئيس مجلس اداره الشركه ان توقيع بروتوكول تعاون بين انديه سيتي كلاب والاتحاد الخماسي الحديث لنشر اللعبه، ويعد هذا التعاون ثمره نجاح كبيره تضع انديه سيتي كلاب في الصداره كاول نادي يؤسس اكاديميات الخماسي الحديث في مصر. أكد أيضا على ترحيبه بالشراكة مع اتحاد الخماسي الحديث تحت قيادة المهندس شريف العريان والذي يدير منظومة الاتحاد باحترافية عالية أثمرت عن الفوز بميدالية أولمبية على يد البطل أحمد الجندي. ده كان المهندس سيف الوزير رئيس مجلس إدارة الشركة. وأكد أيضا العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة على تقديره للاتحاد المصري للخماسي برئاسة المهندس شريف العريان، لا سيما أنه يدير المنظومة بأساليب وطرق علمية حديثة. أضاف أيضا مرجان أن التعاون مع الاتحاد الخماسي الحديث سيقوم على تبادل المنفعة، بحيث تقوم شركة استادات بتقديم الدعم للاعبي الخماسي الحديث من حيث البنية التحتية وتوسيع قاعدة الممارسة ونشر اللعبة على أوسع نطاق واكتشاف المواهب. وطبعا أبدى نائب رئيس الشركة استعداده الكامل لتوقيع مزيدا من بروتوكولات التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية. دائما شركة استادات الوطنية تسعى لنشر كل الألعاب اللي احنا دايما بنعتبرها الألعاب الشهيدة، ولكن من خلال وجود الأبطال الأولمبيين في وسط مجتمع سيتي كلاب.